السلام عليكم. السلام. أهلا أهلا. نعمل إشي جديد ما صار في الفيديو الأيتام. مهمتكم صعبة. صعبة كثير. وقت قليل كمان. إيه. أول شيء دول الأيتام نحن حاولنا كثير نطلع من هالتسمية. ما يكون شيء اسمه بقى نيتم. لأنه إذا ولد الله أخذ له بيه أو أمه، لأنه اليتيم هو إما يتيم الوالدين أو يعني فقد والديه أو فقد أحدهما فالمطلوب إنه نحن ما بقى نسميه يتيم للطفل اللي فقد والديه أو أحدهما، لأنه هالتسمية هيدي بتصفي كأنها ليبل، يعني مثل على ظهره انه انا يتيم انا يتيم. هيدي بتروح معه كل العمر، بتاثر كثير على نفسيته. اشتغلنا كثير لحتى غيرنا اسم هالمؤسسات، سميناهم مؤسسات رعايه اجتماعيه. هيدي كانت اول مرحله. كانت هاي باي سنه؟ هيدي يعني نحن انا عم بحكيك من الستينات، يعني كيف بلشنا. وفي مؤسسات كثير تطورت. بس الشيء اللي بدي ركز عليه انه هالمؤسسات هيدي هي مدارس مش بيوت، وهيدي الشيء اللي نحن كثير حاولنا انه نركز عليها، انه نحول هالمؤسسات لبيوت للاطفال. لانه الولد وقت اللي تصلحيه من عيلة تحطيه بمؤسسة بيصبح هو ما في حواليه الا الاولاد، يعني ولد يتيم نفس الصنف الاجتماعي، يعني ولد فقير وولد يتيم ما بيعرف شو في بالعالم الخارجي. حتى وقت اللي بيكبر وبيطلع على العالم الخارجي حيطلع كثير معقد، ما بيعرف يتعامل مع غيره من الاولاد العاديين. نحن وصلنا لمرحله بالعالم كله انه ما يكون في تمييز بين المعوق وبين الطفل الصحيح، يعني اللي ما عنده إعاقة. فكيف بالحري إذا كان طفل ما عنده شيء لأنه فقد والديه؟ يعني ما بيصير إن نعزله نحن عن المجتمع. حتى تطوري المؤسسات في شغلتين لازم تعمليها. أول شيء تعملي معايير للخدمة الاجتماعية، يعني أي ولد لازم ينحط بالمؤسسة الاجتماعية، مش إنه اي واحد بيجي بيقول انا عندي ولد بدي احطه بفوته. لازم نشوف، انا برايي انه ما لازم يضل بالمؤسسه الاجتماعيه الا الولد اللي ما عنده عيله على الاطلاق تقدر تهتم فيه، او انه عيلته في عندها مشاكل اجتماعيه كثير عويصه صعبه، وجوده بقلب هالعيله حيشكل له خطر نفسي على تربيته. يعني بتكون نتائج السريه شخصيه الطفل مزبوط. أسوأ من نتائج المؤسسه. مزبوط. حتى الاولاد اللي بيكونوا بمؤسسات الرعايه لازم يروحوا مع بقيه الاولاد على المدارس، انه هالمؤسسات هيدي الموجوده هي تصبح مدارس ويجوا تنفتح على المجتمع، ويجوا تلاميذ من برا على هالمدارس على هالمؤسسات هيدي، وتصفي مدارس مفتوحه، يصير فيها اختلاط يعني بين. مزبوط. فإذا لازم يكون في معايير لقبول الأطفال، أي أطفال من أبدا يعني يتحدد المعايير، وبعدين أي يعني معايير للمؤسسات كمان، كيف لازم شو لازم تكون المؤسسة عندها معايير عندها متوفرة لها لحتى تنقبل كمؤسسة اجتماعية. بس دكتورة أنت قلتي في معايير للمؤسسات. معايير. إيه شنو المعايير اللي من وجهة نظرك تكون؟ معايير للمؤسسات، أولاً تكون مؤسسة لا تبتغي الربح. تكون عندها يعني أول صفة إنه لا تبتغي الربح. منها تجارية. وأكيد بيتأمنون اللبس وبيتأمن الكتب، وبعدين بيروحوا مع بقية الأولاد على المدرسة خارج المؤسسة. أنا ضد التعليم داخل المؤسسات الرعاية. طيب. لانه هيديك بتكون انت عم تعزليهم عن المجتمع وقت اللي انت عم تعلميهم، يعني عم تحطيهم وحدهم ليتعلموا وما عم يشوفوا بقيه الاولاد برا. طبعا بيتعلموا شيء في دور الرعايه هاي؟ بيتعلم غير التعليم. لا تعليم عادي. بعد الشهاده الابتدائيه في مدارس عندها برامج مهنيه.
للبنات وللصبيان. وانا برايي انه هالمدارس هالمؤسسات هيدي البرامج المهنيه لازم تكون بس للاولاد اللي ما قادرين يتابعوا عملهم دراستهم والتعليم يعني التعليم الاكاديمي المهني لازم يكون على وزاره التربيه. طيب غير التعليم في الدور يعني نقترح مثلا نقول ان خلاص ده الايديال انه يكون في بيوت، لكن احنا دلوقتي مثلا رايحين الدار وفي مثلا عدد معين من الاطفال، ايه حضرتك شايفه الحاجات اللي المفروض تتوفر للطفل في الدار ده لو غصب عنه ما عندوش حاجه ما فيش اهل وما فيش مثلا هي عم بقول لك بدهم يتوزعوا يعني في مؤسسات ماشي بهالشيء يعني مثلا في المبرات المبرات بتتبع هالسيستم يعني صحيح بتعلي بقلب المؤسسة بس عامل بيوت يعني المؤسسة مقسمة لبيوت عائلات بقلب المؤسسة ومتبعين هالسيستم هيدا. دكتورة عفوا هناك في مقاييس حق الدور الموجودة حاليا هي دور تتبع مؤسسات مجتمع مدني، هل هناك في رقابة عليها من ناحية توفير الأكاديميين إذا هي بتدرس من توفير أطباء نفسيين؟ هيدي هني وزارة الشؤون الاجتماعية عندها جهاز رقابي على هالمؤسسات هيدي من مساعدات اجتماعيات وأخصائيين تربويين وبروحوا بيتابعوا سير العمل بالمؤسسات وبيوضعوا تقارير أو بس عفوا المدرسين أو الستاف الموظفين اللي في الدار يتبعون إدارة المؤسسة ما يتبعون وزارة يعني ما لهم تقاعد مظبوط أي الموظفين قطاع خاص مثلا أيوة بس التركيز كتير مهم على التدريب يعني وزارة الشؤون عملت مركز للتدريب الاجتماعي وعملت شهادة عامل مع الأطفال يعني لحتى يقدر يعرف يتعامل مع الطفل. يا أهلا فيكم. يا أهلا. أهلا أهلا. أهلا. يا أهلا. حيالله مشروع بدنا نمشي عليه بيكون له هدف من اثنين، يا بدنا شيء بهالثلاث ايام يبين عن جد يعطي اثر بالعالم العربي، يعطي شوي دفع على كل الشباب انه اعملوا مثلنا، خذوا وقتكم بس انه هيدي البذره، او بدنا مشروع يبلش صغير ونقول انه هو ممكن يتكمل بعدين. لازم نكون كثير واقعيين على حسب الوقت اللي عندنا، فانا بعتقد انه اوكي بنجمع كل الافكار وكل شيء وبعد زياره الميتام هون بنقدر نحدد هل ممكن يعني نساوي شيء، اهم شيء يكون ناجح. طبعا هنعمل فوتنج على كل اربعه بس قبل اي حاجه الاستفسار بتاع الخبيره ده احنا فيها حبه اسئله صح؟ اي نعم. انا هحتاجها. طيب نحن يعني في السودان برضه اشتغلنا في شغل الايتام وحصلت لنا نقله كمان، يعني الايتام الناس بيخشوا في البدايه بنية عمل الخير بالشكل الطبيعي انك تكسب حسنات، لكن النقله اللي اتعملت بعد كده يعني هسه كفاله الايتام في السودان اسمها مركز جيل المستقبل، يعني الناس بدات الخير التنموي، يعني لازم يكون في تنميه بشريه. فنحن مبدئيا بدنا مشروع يكون مختلف مجدد. انا عندي مقترحات انه على اساس المبادئ، اول شيء مبادئ تعليميه، مبادئ اخلاقيه، نحسن التعليم عندهم، نحسن الاخلاق عندهم، نحسن العباده عندهم اياها، نحسن الرعايه الصحيه مهمه جدا للاطفال. ممكن نعمل لو مشروع واحد طيب يضم هذه المبادئ كلها. طيب ما ابغى اقول مثلا ايش ممكن يكون المشروع، لكن على سبيل المثال عملنا مشروع، طيب كيف بدك تدخل التعليم، كيف بدك تدخل الدين، المشروع يكون مستمر مثلا لمده 3 ساعات على سبيل المثال. خلال ال3 ساعات بيأذن مثلا صلاه العصر او صلاه الظهر، كيف بدك تحفز الاطفال ان هم يلا عشان نقوم نصلي؟ يعني هو صعب انك تقولي انه بنحط دين وتعليم وكذا، لكن هي فعلا هي الشطاره. احس ممكن مشروع واحد خلاله بعدين مثلا يكون من ضمن المشروع في مثلا نبغى نعمل لهم بوفيه صغير سندوتشات وكذا، نادي الاطفال على المطبخ، طيب انه يلا مثلا نعمل بعد ما نخلص نضف سوا نعمل كذا. المقترحات وفق الاهداف المطلوب تحقيقها مع مراعاه الديانات، فهنتكلم مسلمين ومسيحيين، فلو عايز مثلا اعمل تنميه روحيه او اجيب مثلا شيوخ مسلمين فلازم يكون برضو عن نفس الفكر، اجيب برضو قسيس او حد له علاقه بالديانه اللي هو موجوده هنا. نحن الحين زي ما فهمنا انه زي ما اتفقنا نحن انه في 5 اشياء اساسيه
في أي دار أيتام وتهتم في موضوع اليتيم. أربعة منهم معنوية والأخيرة هي المادية، المأكل والمشرب. طبعا حابين ننشر توعية ما بين الأسر اللي موجودة أو المنطقة اللي موجودة في دار أيتام، إنه ننشر توعية إنه أنت ممكن تكفل اليتيم معنويا، يعني إذا قدرت ماديا خير وبركة، بس اللي أهم من الماديا كمان معنويا. بنعزز كمان التقدير الذاتي للطفل، التقدير لذاته، لأن أعتقد في لما في جو الأيتام والملاجئ الأيتام وأي مثلا مكان بيحتوي على كثير من الأطفال، ما بيكونش في مجال التركيز على كل طفل. بدنا نشوف طريقة، يعني أي طريقة نحاول نعزز التقدير الذاتي لشخصية الطفل، ونعزز كمان فكرة مفهوم إنك أنت صح طفل ومتعود على إنه يكون طفل مستقبل رعاية، مستقبل هدايا، مستقبل تعليم، نعوده إن أنت كمان منتج. هما فعلًا ترتيب طبعًا حلو جدًا لما تقولي نغرز فيه اللي مثلًا يحبه الأب، وإنه هو يكون إيه وهيعمل إيه في حياته، مش بس إن إحنا نوفر لهم الحاجات المادية، بس نفتكر إن إحنا هناك برضو 3 أيام فقط، فإحنا ندور على طريق إن إحنا نساعدهم مثلًا لو عايزين نعلمهم ثقة في النفس، إن هم كده مثلًا إن إحنا في المبلغ مثلًا لو هنعمل لهم كورسات في التعليم في القراية كده، يبقى فيه برضو حاجة في اللي هي الثقة بالنفس وإزاي إن أنت تتعامل مع الناس، يعني حاجة إن هو هيتعلم حاجة تكمل، لأن ما فيش طريقة إن إحنا في 3 أيام هنعرف انك تغرزي فيه اللي هي الحاجات دي كلها. ودي طبعا حاجه كويسه جدا ان احنا لما طريقه احنا نتكلم معاهم ازاي، بس دي حاجه يعني نبقى احنا فاكرينها واحنا بنتكلم، ولا نعاملهم كانهم عندهم مشكله، ولا في نفس الوقت نكون حساسين جدا فيقولوا ايه دول بيمثلوا علينا، ان هم ما يكونوش ده البالانس. احنا نقدر نعمل بروشور، لا احنا ممكن نعمل بروبوزال صغير، احنا في الثلاث ايام دول لو زرنا على الاقل مدرسه ومحلين كبار وصيدليتين كبار وكذا طبيب من المشهورين او حد من اللي هو النواب، عشان بمناسبه ان في انتخابات وكده، حد من النواب، ودينا نتفق مع واحد على الاقل فيهم ان هو يقدم هذا الدعم المعنوي وهذه الكفاله. لا احنا قلنا كفاله معنويه، يعني مثلا قلنا المدرسه بيجي، ما هو هيبقى معنوي ومادي، ما بيجي المدرس، لو المدرسه تبعت كل اسبوع مدرس، مدرس واحد يروح للطلب دول يعلمهم حاجه او مهاره معينه ويشاركهم ويعيش معاهم. يعني احنا نقول للناس ليها زي ما حنان استجعاء رجوله، توجيه، استغرار، اكل ولبس. يا جماعه المطلوب منكم تزوروا النازل، تديهم حنان، فيبقى دايرين شغل متوازي. اول شيء انا شايف انه في مهمتين احنا ناسينهم، الفريق، يعني احنا عندنا زي ما قلت المصادر رقم 9 هو الجمهور، لازم يشعر انه الحاجه دي بسيطه وبيعملوها حاجه بسيطه. فلا النقطة وين؟ انه وين رفع المعنويات؟ يعني احنا زادنا مع بعض، لازم في يعني خاشين الدار يا الشباب نستشعر الهمة، رفع المعنوية، فكرة الأشغال اليدوية. يعني أي كانت إذا بنراجع سوا كانت إنه نعلمهم مثل الحرفة صغيرة، بورسلان، رسم على شغلة، الخياطة البسيطة اللي كنا نعملها نحن وصغار، يمكن نجيب لهم مثلا قطن أو إشي يتحشوه ويعملوا بلوش أو لعبة. بهالشكل بنكون علمناهم حرفة، هن بينبسطوا بحالهم أنه طلع من إيدهم شي جديد. فينا بالآخر بآخر الثلاث أيام نعمل لهم مثل اتفقنا عليه open day أو نهار يبيعوا فيها الأشياء. تطوير شخصية اليتيم اللي هو إحنا قلنا لازم يكون في شخص موجود في البيت نطوره عشان هو يتحمل مسؤولية. تعاقد مع دكتور نفساني، الاستفادة من تجارب الآخرين، تطوير المكان جماليا، الاستثمار في الدار، دار الأيتام، توفير ملاعب، دمج اليتيم، مشروع القدوة، تصنيف الشرائح، إطلاقها أحمد، عمل ملف للأيتام، تم ملف لكل يتيم معروف هو في ايه، مهاراته ايه، محتاج ايه، هو المهاره اللي يجدها، عشان النقطه اللي قالها فارس. شباب 3 ايام، ثلاثه ايام لا تطلعوا لي برا، 3 ايام نجدد نيتنا، احنا مجددون ان شاء الله رب نجدد نيتنا. فندعي اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا رب انت تعلم يا رب العالمين نيه كل واحد مننا يا رب في نفسه. اللهم يا رب تشهد اننا لم نجتمع يا رب العالمين، جئنا من بلاد مختلفه ومجتمعنا هنا يا رب الا بنيه التجديد في هذه الامه يا رب، واجمعنا على قلب واحد يا رب العالمين، واجعلنا اخوه متحابين في جلالك يا ارحم الراحمين يا رب، وتقبل يا رب انك انت الغفور الرحيم يا رب.